بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب جميع ضيوفنا الأعزاء الذين جاءوا من مختلف أنحاء المغرب وكذلك من مدينة طنجة، فأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الدراسي. اليوم بتنظيم هذا اليوم الدراسي حول موضوع حقوق الإنسان في المغرب، التحولات والرهانات، وذلك في إطار تنفيذه لمشروع طموح وراهني يتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وزيادة القانون. كمؤشر على هذه التحولات أيضا نذكر يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار يعني مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون الذي ينظمه المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية هنا بمدينة طنجة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وذلك يعني في موضوع حقوق الإنسان التحولات والرهانات. موضوع حقوق الإنسان والتحولات والرهانات يعتبر يعني موضوع راهني، سيناقش أيضا يعني مجموعة من المحاور الأساسية كتشخيص الوضعية المتعلقة بحقوق الإنسان بالمغرب في يعني الآن يعني حاليا، ثم أيضا سيطرح لي النقاش المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا، وهل يعني التزم يعني المشرع المغربي بها، وكذلك يعني سيتناول هذا اليوم الدراسي بالتحليل والنقاش في الحلقات أو في الجلسات العلمية يعني التربية على حقوق الإنسان وتعزيز القدرات. يعني هذا يعني والمركز المتوسطي للدراسة القانونية والقضائية يشتغل على هذا البرنامج، وبطبيعة الحال يعني هناك يعني عدد من الأوراش الأخرى التي سينظمها المركز من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المغرب. من بين الأنشطة التي ينوي المركز أو يعتزم المركز تنظيمها تلك المتعلقة بتنظيم دورات تكوينية، وهي عبارة عن 8 دورات تكوينية سيستفيد منها 30 مستفيدا حول يعني مختلف أوجه حقوق الإنسان أو مختلف يعني مبادئ حقوق الإنسان يعني على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. الدورات التكوينية أيضا ستركز على التربية على حقوق الإنسان خاصة في الجامعات، حيث يعني سيستفيد منها الطلبة والباحثين الأكاديميين وغيرهم، ويعني ستنظم ابتداء من هذا الشهر يعني أكتوبر أو الشهر يعني المقبل بداية من أكتوبر إن شاء الله، وستمتد على 8 أسابيع إن شاء الله. الحق في المدينة المستدامة على ضوء مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، كنعتبروه من الأسئلة الأساسية اللي يمكن أن تكون مطروحة على جل الفاعلين، خاصة أن التوجهات الكبرى اليوم ديال الدولة مختلف مكونات ديالها هو المقاربة الترابية لمختلف السياسات العمومية. بمعنى آخر أننا اليوم أمام محطة ديال التحول لإعادة صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، ومن هنا كيجي الفضاء ديال المدينة كفضاء اللي يمكن من خلاله نكرسوا تجارب مجتمعية جديدة تراعى فيها الجوانب الحقوقية. عادة ما يتم تناول ديال المواضيع الحقوقية في أبعادها المختلفة، لكن على المستوى الفعلية ديالها والأجراءات ديالها داخل حيز مكاني محدد هي من المواضيع الحديثة اللي كترتبط بالجيل الثالث لحقوق الإنسان، خاصة الحق في التنمية. اليوم كاين انتقال إلى مستوى آخر ديال سؤال ديال استدامة المدن اللي كيتطلب تفعيل ديال واحد مجموعة ديال الحقوق، وكذلك اتخاذ واحد مجموعة من الإجراءات اللي مشأنها أنها تكرس الأبعاد الحقوقية على المستوى ديال الواقع، وكذلك حفظ الأجيال اللاحقة شروط ديال الحياة الكريمة بمختلف الأبعاد ديالها.
اليوم أنا حاضرة في هذا اليوم الدراسي المتميز حول حقوق الإنسان، التحديات والرهانات. هذا موضوع كبير ومهم ومراهني ودراهينية وأهمية كبيرة في المنظومة الحقوقية ديالنا. أنا اليوم عندي مداخلة في موضوع التربية على المواطنة بين خصوصية الهوية ومبادئ حقوق الإنسان. دواعي اختياري لهذا الموضوع هو أنه المنظومة الحقوقية، طبعا احنا كمغرب ركبنا تراكمات مهمة في مجال حقوق الإنسان وعندنا الدستور الحمد لله حدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والآلية لتفعيل هذه المبادئ والحقوق، لكن احنا اليوم أمام تغيرات، تحديات ديال الرقمنة، تكنولوجيا، تحديات البيئة، عدة تحديات اللي كتواجه المجتمع ديالنا والمواطن بالتحديد. احنا اليوم ملزمين كفاعلين، كمؤسسات، كدولة، كمؤسسات تعليمية، كمجتمع مدني، كإعلام، باش نواكبوا ايضا هذه التحولات والتطورات في مجال حقوق الانسان، باش نقلبوا على اليات ومبادئ اخرى لتواكب هذه التغييرات والتطورات هذه. وتربيه، انا حثت على هذه المساله بحكم انا في جمعيه المراه والطفل، يعني تربيه الناشئه والاجيال على هذه المبادئ هذا، خصوصا امام هذا الانفتاح الثقافي التكنولوجي اللي يعني كيخرق الثقافه المغربيه والهويه الى غير ذلك. احنا الحمد لله كمغاربه محافظين على الهويه ديالنا، ولكن خاصنا نزيدوا نرسخوا الاشياء ديالنا باش يتعايشوا بها اكثر ويحافظوا عليها في الحضاره ديالنا والتاريخ ديالنا. المداخله ديالي كيما قلت في هذا الاطار هذا، ان شاء الله نتمنى التوفيق للمركز في هذا اليوم الدراسي، وكنشكركم على التغطيه. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.